حضراتكم بنتائج الدوري الانجليزي في اسبوع البوكسنج دي، الاسبوع رقم 19 والاسبوع رقم 20، والبدايه مع حضراتكم. طيب، نتائج الجوله 19 في الدوري الانجليزي: توتنهام هوتسبيرز بيفوز على برايتون 2-1، تشيلسي بيخسر من ساوثهامبتون 2-0، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا لكل عشاق نادي تشيلسي انه يخسر ويستمر في مسلسل الخساره والهزايم مع فرانك لامبرد اللي بدا يتنفس شويه، لكن بعد ما تنفس شويه ساوثهامبتون على طول كبس على نفسه وقدر انه يفوز عليه 2-0. اليونايتد بيفوز 4-1 على نيوكاسل يونايتد علشان يحقق الفوز رقم 20 في تاريخ مسابقات وايام البوكسنج داي في الدوري الانجليزي. ليفربول وفوز كاسح على ليستر سيتي 4-0، محمد صلاح تألق لكن ضيع فرص كثيره جدا، فيرمينيو وماني والكسندر ارنولد هم اصحاب الاربع اهداف، وولفرهامبتون في الريمونتادا امام مانشستر سيتي بعد ما وولفرهامبتون كان خسران 2-0 بيفوز 3-2 على فريق مانشستر سيتي. الجولة رقم 20 من الدوري الإنجليزي: نورويتش سيتي بيتعادل مع توتنهام هوتسبيرز في مباراة فيها نوع من أنواع الدراما. نورويتش يتقدم، توتنهام بيتعادل، توتنهام بيتقدم، نورويتش بيتعادل 2-2، نورويتش وتوتنهام، بيرنلي ومانشستر يونايتد. أخيرا اليونايتد والشياطين الحمر بيخرجوا من مباراة وعندهم كلين شيت زي ما قلت لحضراتكم من سبتمبر لحد يناير. مانشستر ما عرفش يخرج في اي مباراه فيها كلين شيت. 2-0 لليونايتد والشياطين الحمر. ارسنال بعد ما تقدم 1-0 على تشيلسي، فرانك لامبرد ورجال فرانك لامبرد بيستطيعوا قلب الطاوله على فريق ارسنال والفوز 2-1. ليفربول بيفوز على ولفرهامبتون العنيد والقوي والحصان الاسود لبطوله الدوري الانجليزي 1-0. مانشستر سيتي بيعود الى التراك او الى المسار الصحيح بعد فوزه على شيفيلد يونايتد الصاعد حديثا من دوري الدرجه الاولى الشامبيونشيب الى الدوري الانجليزي بهدفين مقابل لا شيء. ابرز مباريات الجوله القادمه في الدوري الانجليزي يوم الاربعاء 1 يناير واول ايام السنه الجديده: برايتون مع تشيلسي الساعه 2:30، ايضا ساوثهامبتون مع توتنهام هوتسبيرز الساعه 5 في نفس اليوم، ايضا مانشستر سيتي مع ايفرتون في مباراه قويه جدا. ما ننساش ان ايفرتون بقياده فنيه مع واحد من ابرز المدربين اللي موجودين في العالم وهو كارلو انشيلوتي الساعه 7:30. اما الساعه 10 قمه الدوري الانجليزي اللي احنا عارفينها من زمن الزمن، أرسنال ومانشستر يونايتد يوم الأربعاء 1 يناير الساعة 10، ويوم الخميس 2 يناير في نفس التوقيت الساعة 10 ليفربول عنده مباراة مهمة مع شيفيلد يونايتد. قائمة هدافين الدوري الإنجليزي: جيمي فاردي في المقدمة وفي الصدارة لاعب ليستر سيتي 17 هدف، إمريك أوباميانج لاعب أرسنال اللاعب الجابوني 13 هدف، داني إنجز اللي هنتكلم عليه في إحصائياتنا النهاردة لاعب ساوثهامبتون 12 هدف، أما تامي أبراهام لاعب تشيلسي 12 هدف، وماركوس راشفورد اللاعب اللي هيكون عنده مستقبل كبير جدا في الكرة العالمية والكرة الإنجليزية لاعب مانشستر يونايتد 12 هدف، وأخيرا رحيم ستيرلينج بهدفين أمام فريق ولفرهامبتون بيرفع رصيد أهدافه إلى 11 هدف. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: بنفكر حضراتكم بتصدر ليفربول قبل نهاية عام 2019 ب 55 نقطة، ليستر سيتي في المركز الثاني 42 نقطة، أما مانشستر سيتي في المركز الثالث ب 41 نقطة، وتشيلسي صاحب المركز الرابع ب 35 نقطة، وأخيرا مانشستر يونايتد بيعود إلى منطقة النور وقريب جدا من المربع الذهبي في المركز الخامس ب 31 نقطة. طيب، نروح لأسبانيا وبنفكر حضراتكم بآخر الجولات اللي تمت في الدوري الأسباني علشان عارفين ان في توقف، لكن نفكر حضراتكم اشبيليه 2-0 على ريال مايوركا،
برشلونه بيفوز على ديبورتيفو الافيز 4-1 بلد الوليد، 1-1 على 1-1 امام فالنسيا. ريال بيتيس بيخسر 1-2 من اتلتيكو مدريد، وريال مدريد والتعادل السلبي امام اتلتيك بلباو. اللقاءات القادمة في الدوري الأسباني تبدأ من يوم الجمعة 3 يناير، إشبيلية وأتلتيك بلباو، يوم السبت فالنسيا وإيبار، ختافي ريال مدريد، أتلتيكو مدريد ليفانتي، وأخيرا إسبانيول أمام برشلونة. قائمة هدافين الدوري الأسباني، في الصدارة ليونيل ميسي 13 هدف، كريم بنزيما 12 هدف، ولويس سواريز 10 اهداف، لويس ايزيكيل لاعب اوساسونا 8 اهداف، وجيرارد مورينو لاعب فياريال 8 اهداف، وروجر مارتي سلفادور لاعب ليفانتي 8 اهداف. نروح لجدول ترتيب الدوري الاسباني، برشلونه في الصداره 39 نقطه، ريال مدريد في المركز الثاني 37 نقطه، اشبيليه في المركز الثالث 34 نقطه، اتلتيكو مدريد في المركز الرابع 32 نقطة، ريال سوسيداد في المركز الخامس ب 31 نقطة. نروح للدوري الإيطالي وأبرز النتائج في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي. أتلانتا في فوز كاسح وكبير لميلان 5-0، بارما بيتعادل إيجابيا 1-1 مع بريشيا، وليتشي بيخسر من بولونيا 3-2، ونابولي بيفوز على ساسولو 2-1. المواجهات القادمة في الدوري الإيطالي واللي هتكون من يوم الأحد 5 يناير، بريشيا ولاتسيو الساعة 1:30 يوم الأحد، روما وتورينو أيضا يوم الأحد، يوم الاثنين ميلان وسامبدوريا، يوفنتوس وكالياري، ونابولي وإنتر ميلان في لقاء أعتقد هيكون قمة الدوري الإيطالي يوم الاثنين 6 يناير. هنكون موجودين لكن هنخلص قبل المباراة أو في نفس توقيت المباراة علشان نتفرج كلنا على المباراة مع بعضين. قائمة هدافين الدوري الإيطالي، إيموبيلي في الصدارة لاتسيو 17 هدف، لوكاكو إنتر ميلان 12 هدف، وجلفاو لاعب كالياري 11 هدف، وكريستيانو رونالدو بيعود مرة أخرى للقائمة اللي كنا مفتقدينه فيها 10 أهداف، ولويس موريل لاعب أتلانتا 10 أهداف، وفرانشيسكو كابوتو لاعب ساسولو 8 أهداف. ما ننساش إن لاتسيو قدر يفوز على يوفنتوس في سوبر الدوري أو سوبر الإيطالي اللي تم إقامته في السعودية ب 3-1. جدول الترتيب الدوري الايطالي، انتر ميلان في الصداره 42 نقطه، يليه يوفنتوس 42 نقطه، لكن فارق الاهداف هو اللي موجود في صالح انتر ميلان. لاتسيو في المركز الثالث 36 نقطه، وروما في المركز الرابع 35 نقطه، واتلانتا في المركز الخامس ب 31 نقطه. كده خلصنا مع حضراتكم النتائج والجولات اللي موجوده معانا، هنطلع على طول دلوقتي.